على خط ثابت تسير محافظة السويداء في مطالبها. أسبوع ثان تدخله المظاهرات، صوت واحد وزخم أكبر. احتجاجات جديدة تلاها إضراب عام أوقف حركة المحلات والمتاجر في المحافظة. مشاركة وفود من أطراف المحافظة ومعارضين للنظام من داخل مناطق سيطرته كان لافتاً جداً. أما على الحواجز ونقاط التفتيش بين دمشق والسويداء، تعرض المحتجون للاعتقال وفق مصادر محلية. نحن ثورة شعبية، ثورة عمال وفلاحين. نحن وجدنا بها الساحة لإسقاط هذه السلطة الفاسدة، السلطة المستبدة، السلطة التي عملت من 50 سنة على تجويعنا وذلنا بكرامتنا. وفي بيان نسب إلى لجنة دعم الانتفاضة، أكد المحتجون إصرارهم على التظاهر لتحقيق مطالبهم التي رفع سقفها من المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى تطبيق القرار الأممي 2254 وتغيير النظام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نحن عم نطالب حرية، عم نطالب ترخيص رقمة العيش للناس الفقيرة، الناس اللي مش معها تاكل، نحن عم نطالب كرامتنا. كما طالبت اللجنة بإغلاق كافة مقرات حزب البعث الحاكم في محافظة السويداء وبلداتها وحماية كافة الدوائر الحكومية من أي تخريب أو سرقة عبر لجان محلية. حتى الآن فشلت كل محاولات الحكومة بإرضاء المتظاهرين ومنعهم من الاحتجاج رغم حصول لقاءات عدة دفعت نحو التهدئة. إياد حمود، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.